بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلمكم واحنا منتظرين الترزي. طبعا هنا انا عايزه اقول لكم وجود ترزي او ده امر صعب، يعني امر مش سهل جدا انك تلاقي ترزي. لازم تروح مول ولو موجود غيطه كبيره، يعني عشان بس تعرفوا النعمه اللي انتوا فيها. بعمل اللايف دوت علشان اتكلم عن حاله ايمانيه شفتها وانا قاعده. طبعا بناتي اللي بيلفوا، انا ما بقدرش الف بقى خلاص، بتعب عبال ما تتجمعوا واقول لكم الموقف اللي انا شفته اخر ساعه. طبعا يوم الجمعه والناس اللي بعد صلاه العصر، احنا لسه عندنا العصر يعني، لكن في بعض البلدان خلاص دي اخر ساعه وساعه اجابه. وكان الصحابه يعني يرجوا ان ساعه الاجابه ما بين صعود الامام في خطبه الجمعه او بعد صلاه العصر، ايا كان في الجمعه ساعه اجابه وقصر الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت منظر عجيب جدا جدا عايزه احكي لكم عليه. طفل لا يتعدى 4 سنين 5 سنين، انا في الركن بتاع الاسبرش بتاع اليميك هنا الاكل وكده. فالولد عمال يشاور لابوه ان هو عايز يشتري حاجه، وابوه بيشد فيه، والام ماشيه قدام عيالها بقى، حد في عربيه بيبي وكده. وبعدين الاب يرجع والولد يشد فيه، فالاب نزل لمستوى الولد تحت كده وقعد يكلمه، معرفش طبعا قال له ايه. وبعدين فالولد يبص ورا يا عيني عايز يشتري من المحل، وبابا بيشده يعني. وبعدين الاب وقف وقعد يا عيني يطلع في جيبه كده وبتاع مش عارفه ايه. وبعدين تقريبا يعني الحاجه ما كفتش ولا ايه، فنزل لابنه تاني واداله المبلغ، يعني كان بتاع حوالي يعني 10 ليرة وشوية فكات، يعني شوية بزوك صغير يعني. وقعد يكلمه واداهم له في ايده وقال له ايه، فالولد ضحك ومشي. الموقف اثر فيا صراحة، اثر فيا لاسباب كتير. اولا طريقة تعامل الاب مع الابن، ما كلموش وهو واقف، هو تحت الحمد لله نزل لمستوى بصره واتكلم معاه. والنقطة الثانية قلب الأب ما استحملش، يعني أكتر حاجة توجع الأهالي، ويا بنات اسمعوا اللي بقولكوا عليه، أكتر حاجة توجع الأب والأم إن هما يحسوا إنهم مش قادرين يجيبوا أولادهم لنفسهم فيه. طبعا هي دنيا، يعني مش كل اللي بنتمناه يتجاب في الدنيا عشان بس تبقوا فاهمين، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وليس كل ما اشتهيت اشتريت، احفظوا الكلام ده. وانما العيش عيش الاخره. بس بيوجع قلب الاب والام لما يلاقوا عيالهم عاوزين حاجه وما يقدروش يجيبوها. اللي اثر فيا ان الاب طلع اللي معاه، يعني 10 ليره هنا يعني تكت متروبوس رايح وجاي، وبعدين يتبقى ثمن دولمش، يعني مواصله رايح جاي كده وثمن الدولمش اللي هو السرفيز متروباس يعني. فطبعا طلع اللي معاه وعطاه وقعد يتكلم معاه ورضاه، والولد ضحك، الولد ضحك ورضى ومشي. انا عايزه يعني الموقف اللي انا بحكيه ده معرفش هو اثر فيه عارفه اثر فيك ولا، بس انا يعني تاثرت جامد جدا من الموقف يعني. عايزه اقول ان يوم الجمعه ساعه اجابه وساعه رزق، وادعي كثر الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفى همك يعني ويغفر ذنبك. يعني اللي محتاج حاجة من ربنا يقول دلوقتي، اللي عايز يرضي أولاده يقول دلوقتي، اللي عايز يفرح عيلته يدعي ربنا دلوقتي، ويصلي كتير كتير على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواحد بيتمنى لو عنده خزائن الدنيا كلها ما كانش يخلي حد محتاج ولا حد نفسه في حاجة. الحاجات اللي بتقلمني ترى ما أعرفش يعني مش بقدر أشوف حاجة كده، حتى لو والله لو كان يعني حد جاي بيطلب وبيطلب على حصان، يعني أنا الحاجات دي بتقلمني يعني. يعني انا بوصيكم في اخر ساعة، دوروا على بعض يا جماعة، ودوروا على جرامكم، وما تخلوش الروح اللي كانت موجودة في التكافل قبل كده. يعني الحياة بقت صعبة والدنيا بقت صعبة، ودوروا على بعض وعلى جرامكم،
ولو شوية مية في الحلة مش هتتكسر، هطلع الشوربة ولا هطلع حبة حاجة زيادة للجيران والناس ونشوف. يعني مش شرط يكون قدامك باين الجار مثلا، ولا باين انه كده كان حالته صعبة، ما بيسألش. لا يسألون الناس إلحافة يعني، يعني يقول لك اه انتوا في مول ومش عارفه وايه، ويعني اللي جاي كذا، ما ولا يعني ما يعني الله عايز اقول لكم هنا زي التوحيد والنور كده عندنا يعني. لكن محدش، الناس اللي بتبقى عفيفه دي بتصعب على قلب الواحد. وخير خير ما يفك كربك، خير ما يفك كربك وهمك وربنا يستجيب لك، ان انت تفك كربه مسلم، وان انت تدخل السرور على قلب مسلم، وان انت تضع الصدقه في موضعها وفي وقت احتياجها. يعني نسبه حدوث موقف زي ده قدام اي، ممكن حد ما يتاثرش يعني، لكن الاب عارفين كده لما يعني، لا ده انا اقطع من قوتي ومن قلبي ومن حالي عشان ارضيك وعشان افرحك يعني. خلي الساعه دي ساعه دعاء للاباء والامهات، خلي الساعه دي ساعه قرب ربنا سبحانه وتعالى. وادعي، ادعوا اللي انتوا عايزينه، ادعوا كل، وعظموا الدعاء وعظموا المساله فانكم تسالون عظيم. ادعوا صلى الله عليه وسلم كتير بنيه التفريج عن الامه، ادعوا الله سبحانه وتعالى يكفل امه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجبر كل محتاج ويعطي كل محتاج. اللهم امين. ما سامحوني دخلت عليكم كده فجأة، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلنا وإياكم. ما تنسوناش من الدعوات، والناس اللي لسه خلاص المغرب ما أذنش يدعوا لنا، واللي لسه قدامهم ساعة أو ساعتين زينا، يعني يكثروا من الصلاة على الرسول عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.